كل هذه الخيرات هي نتاج جهدي وتخطيط سنوات. بساتين يسعد ثمرة شراكة بين القطاع العام والخاص أضحت اليوم رائدة في مجال إنتاج الحمضيات. هذه المستثمرة متواجدة في ولاية البليدة، تقع مساحتها على 340 هكتار، فيها 233 هكتار حمضيات، فيها عدة أنواع من الحمضيات اللي هي حمضيات منتجة محليا من الشتلات إلى غاية الإنتاج النهائي لثمار الحمضيات. عندنا عدة أنواع في هذه المساحة 233 هكتار، منها أصناف مبكرة منها أصناف متأخرة حتى يكون الإنتاج على مدى طويل من الزمن. ولاية البليدة ولاية رائدة في إنتاج الحمضيات، حيث تحتل المرتبة الأولى وطنيا وتغطي نسبة إنتاج تغطي 33% من الإنتاج الوطني، ويوجد بها حوالي 50 أكثر من 40 صنف من الحمضيات، وبمساحة تقدر ب 19764 هكتار، ونتوقع في هذا العام إن شاء الله إنتاج يقدر يفوق 4,300,000 قنطار. تقنيات متطورة تعتمد للحصول على الجودة والكمية المرجوة، ولأن الماء أهم عنصر في الزراعة صارت أحواض تربية المائيات الوسيلة الأنجع لتوفيره. تربية المائيات هذو يساعدونا في تخفيض تكلفة الإنتاج، بحيث راح يكون فيه سماد غضوي طبيعي مباشرة داخل المياه، إضافة إلى أسمدة اللي نضيفوها في محطة السقي. محطة السقي اللي نستعملوها احنا أوتوماتيكيا 100%، حيث يكون التحكم في السقي مباشرة محطة دون التنقل إلى وحدة الغرس. بعد العديد من التجارب الناجحة، تعد شعبة تربية المائيات داعما كبيرا لقطاع الفلاحة ومؤشرا قويا يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.